فراسها غصب. فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد ذيل البهيم. حيث العيون نائمة والأصوات هادئة، خرج موكب ملائكي من بيت علي عليه السلام يحمل وديعة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مثواها الأخير. وكان ذلك ليلة الثالث عشر من جماد الثانية عام الحادي عشر للهجرة. خرج الموكب الحزين مؤلفا، من عدة أشخاص يعدون بالأصابع. ها هو علي والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، ومن خلفهم أبو ذر وعمار وسلمان. أما أين كانت الألوف المؤلفة من المسلمين في المدينة؟ فذلك ما لم ترغب فيه الزهراء نفسها. وينتهون بالنعش إلى مكان بالبقيع ويوارون الزهراء عليها السلام، ثم ينصرفون بسرعة كي لا يطلع على مكان القبر أحد. لماذا؟ لماذا؟ وهكذا يأفل أول نجم من نجوم أهل البيت، وبعد أن أفل شمسهم قبل ثلاثة أشهر. Yeah.
كده صفرة 25. Yeah.
يا دون تروي صار
Oh God.